بالدرس الأول بدنا نحكي عن الجهاز التنفسي يلي بنقسمه لقسمين، أنسجة الرئة والمجاري الهوائية يلي بتفتح بآخرها على بالونات الهواء، محل ما الدم بيجي وبلامس الهواء وبصير في عملية التبادل، بفوت الأكسجين على الجسم وبيطلع CO2 لبرا. عادة حجم الرئة كافي إنه يفوت لنا الأكسجين لجوا اللي نحن بدنا إياه والCO2 يطلع لبرا. إذا صار في عنا مشكلة ما زغط لنا حجم الرئة، يلي بيتأثر أول شيء هو الأكسجين مش CO2. إذا صار عنا مشكلة أكبر مثل ما شايفين هون، أنا شايفين الرئة زغر حجمها كتير، الأكسجين بينزل والCO2 بيعلى. فإذا عنا مشكلة وسطية الأكسجين اللي بيتأثر، إذا عنا مشكلة قوية الأكسجين بينزل والCO2 بيعلى. في عنا فحص سريع هين ومنه غالي هو الغاز دو سون الاي بي جيز. اذا عملنا فحص الغاز دو سون طلعت النتيجه نورمال كلنا راضيين. اذا بين انه الاكسجين واطي يعني عندنا مشكله، فينا نعطي اكسجين للمريض تنكون عرفنا شو سببه. اذا بين فحص الغاز دو سون انه عندي هبوط بالاكسجين والسي او 2 عالي، خاصه اذا الاسيد كربونيك كان عليين وعمل لي اسيدوز يعني البي اش واطي، ضروري تخبرونا بسرعة لأنه المريض يمكن يحتاج لانتوباسيون. هون دغري لازم نحن نعرف فيها تنشوف شو عم بصير ونقدر نساعد المريض. بعتقد لليوم هالشي كافي، حضروها هيدي أكثر من مرة ونرجع بعد فترة منكمل إن الله رب.